شوف انت فين الحل، صفحه 275 واضح؟ هناك مكتوب كل التفاصيل، يعني لو بكتب على الورقه انا كان لازم اكتب كل شيء بس. هلا والناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه هاي بدك تعبيها عمليا المهم تكلمها. دكتور ما كل شيء بقدر افوتها بطريقه مثل ما هو افرض انه في اكس كيف؟ بفرض انه جميع الجزء هذا هيك بقانون التوزيع بوزع هذا هذا يصير بست. اول محاضره شو قلت لها؟ قانون التوزيع. اول محاضره شو عنوان المحاضره بكلمها؟ شو بكى؟ اللي بيتقارب مش الجبريك، اللي بتحكي فيه انت الجبريك. فنحن نتدرب على الاثنين. لما اطلب منك حل بدك تلتزم باللي انا بالطريقه اللي انا بقول لك، بس يعني لدواعي التدريب الصارم. واضح؟ بس الجبريك اسهل. لا اوعى كل الجبريك اسهل. كل واحد منهم حسب الحال. واضح انه المثال تبعنا كثير سهل. بس احنا بنتدرب على المثال السهل كثير. طيب. خذ هاي الاسم. بدنا نثبت انه هاي هذا البول. بيبول مثل انه بيبول هو ار نوت ستودنتس اور انه از is the same people who are either students nor employees. Neither students nor employees. يعني اثبت لنا كيف؟ اذا اوكي نفس الشيء هاي الجزئية هاي الجزئية نقول انها صارت من هاي نثبتها بالعكس يلا نفرض انه في اكس شو اساوي؟ نفرض انه اكس لا تنتمي الى لا تنتمي الى اوكي بمشي معك هيا هيا في كل الحلقة لا لا تنتمي الى ايش؟ مثلا اشيل حالي بحطها يلا ساعدوني اكس نفرض اكس اكس تنتمي لاي تقاطع بي كوميدي ران اكس تنتمي لها هذا هو سبوز اكس لا تنتمي لاي اند اكس لا تنتمي لبي جرب هاي غطي كل حلقه لما هي لا تنتمي ل لما اكس لا تنتمي لاي معناتها تشمل حالات كل اللي مشي فيبقى موجود عندك في الاي اتحاد بي كل ولما تحط اي لا اكس لا تنتمي ل بي شو بدك تقول؟ هي اكس لا تنتمي لاي هي حتكس كل لا تنتمي لاي لا تنتمي هي اكس لا تنتمي لاي اتحاد بي اكس لا تنتمي لاي اكس لا تنتمي لاي ونفرض انها اكس لا تنتمي لاي لا تنتمي لنا هيك بحط الحلقة لو حطينا هي واتحاد في مع بعض نفس الشيء هيك بتدور الحلقة واضح السؤال صح؟ بس احنا بدنا كل الحالات اللي تكون ترو صح ولا لا؟ اللي بتخلي هاي ترو يعني ما بديش اللي هي دي اكس تنتمي لاي ما بتلزمنيش لانه ممكن تطلع غلط طيب هلا اكتب التفصيل ولا؟ ما اكتبش التفصيل بس مش خطأ خطأ؟ خطأ لأنه مش شرط يكون لازم يبقى اكس لا تنتمي الى اي اتحاد بي مش ايه تقاطع لا هلا احنا نفرض مرة اكس لا تنتمي الى بس بهي الحالة بالضرورة بالضرورة ايه؟ بالضرورة برضه ما تبقاش في نحن مش نفس الوقت. احنا ناخذ الحالات لما بدك تقيم الحالات بدك كل الحالات انه او لما اشوفها وين بتكون هاي ترو؟
هتنجز. لما اكس لا تنتمي لاي اتحاد. مش يعني لما نضمن انها اكس بتكونش ايه؟ الحالة الثانية لا لا نفس الحالة لأنه إذا ما كانتش في إيه في الحالة الأولى ممكن إنها تكون في بي فإيه اتحاد بي إكس تصير بي فاهم خلي أنتوا اللي فاهمينها؟ هلا إحنا أول شيء ليش ندور؟ يبدو هنا في هنا إحنا بندور على حالة يكون فيها هاي إكس مش ترو الحالات اللي بتخلي هاي ترو. تذكروا في المثال السابق قلنا لما اكس حطيناها يعني هون اكس وين ده عشان هاي تبقى ترو اكس بدها تكون يا هون يا هون يعني اذا كانت هون شو وين بعدها؟ اذا كانت هون شو وين بعدها؟ لازم على الشهادتين اذا اتحاد لازم لو ناخذها على شكل صفر واحد لو ناخذها على شكل مثلا ايه اتحاد بي لازم تكون صفر الكومبلمنت لها واحد يعني ما بينفعش ناخذ اكس لحاله وبي لحاله ايه لحاله وبي لحاله لازم يكونوا مع بعض. هلا الحاله هون انه اللي على الشمال انه اليونيفرس فيه يا اما السد اس او الاس كومبلمنت. هلا الاس هي ايه؟ اتحاد بي. اها. فاحنا بدنا الاس كومبلمنت اللي هي مش ايه ومش بي. اللي هي مش ايه ومش بي. فاحنا عندنا اكس لا في ايه ولا في بي. يعني في الاس كومبلمنت. يعني في ايه؟ يعني لا تنتمي لايه؟ اتفضل. لا تنتمي لايه؟ اند لا تنتمي لبي ات ذا سيم تايم. صح 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 ام يعني بين هذول ام لا ولا شيل اللي تحت خلص ايه لا لا انا بدي اركز في هون خرش شوي بس بدي ايش قلتي لا تنتمي الى ايه و ولا تنتمي الى بنفس الوقت يعني بنفس الوقت ممنوع تركب ايه ممنوع تركب بي هيك حالي ايه ولا بيه؟ اتحاد هاي اللفه اللي ليش تقاطع املاع؟ شو معنى تقاطع املاع؟ موجودة في غير موجودة في غير موجودة في الثنتين بس احنا هو ماشي يا هون ولا واحدة يعني هي لا تنتمي لهاي او لهاي بنفس الوقت. بس هي بتنتمي للكومبلمنت واحد. احنا سبوز كمان مرة؟ لا احنا عشان نخلي هاي ترو كنا ما هي لا تنتمي مش تنتمي. احنا كنا لا تنتمي مش تنتمي. فإذا هي لا تنتمي لهذول هذا معناته موجودة خارج معناته اكس وين موجودة؟ خارج الكومبلمنت يعني فهمت علي؟ هلا طيب اذا اكس تنتمي الى لا تنتمي الى شو معناها هاي؟ معناها اكس تنتمي الى الكومبلمنت معناته اكس تنتمي الى الكومبلمنت تبع معناته اكس تنتمي الى الكومبلمنت تبع ايه؟ واند ولا غور؟ ان اكس تنتمي الى الكومبلمنت تبع بي لاحظ لو هي تقاطع شو بيطلع عندنا؟ بيطلع شيء ثاني بس احنا هلا هون بدنا ان هلا ما دام طلعنا هاي نكمل واضح كلها وصلنا لا هون سي يعني هي تنتمي الى اي و بي فشو اكثر ايه؟ شو الكيس اللي عندي؟ لا تنتمي الى اي و بي لا
عكس ايه بالظبط انه كيس اكس تنتمي الى ايه كومبلمنت هاي حاله ام اكس تنتمي الى بي الكومبلمنت هو على فكره بيشبه اللي سويناه هون بس العكس معناته اكس لا تنتمي الى ايه معناته اكس لا تنتمي الى ايه ام ام الاول او خلينا نفكر هي ام هي هاي انا بس استنى ام اكس لا تنتمي الى بي هلا اكس لا تنتمي الى اي اتحاد بي which means انها لا موجوده بA ولا موجوده بB يعني مش موجوده بالاتحاد تبعها therefore بطلع كمان مره مش تروح تحلوها الجبري اه مش توزع وتطلع النتيجه بدك تثبت لي يعني بمعنى اخر people who are non-students or employees is the same people who are non-students nor employees شو معناها؟ يعني الناس اللي او الاشياء اللي الاشياء اللي مش طلاب ولا مش طلاب ولا موظفين يعني مش يعني عكس مش موجود لا مجموعة الطلاب ولا مجموعة الموظفين هي نفسها انه مش موظف ولا طالب مش موظف وبنفس الوقت ولا طالب يعني الانترسكشن تبعهم هذول فيش انترسكشن واضح؟ طيب نشوف أمثلة أخرى لو عندي A هي سهلة إذا A بكون هي الانترسكشن أند يونيون وذ أ سبست لو عندي if A هيك هي هي اللي بدي شو بتقول إذا A سبست من B إذا A سبست من B معناته إحنا بنعرف إنه A سبست من B انتبهوا الانترسكشن تبع A و B يساوي بالضرورة المثال تبع العامل لكم اياه هذا if every person is a student لو كل طالب لو كل شخص هو طالب then the set of persons and the students are students صح؟ مزبوط؟ هلا هاي معناها يعني احنا بنعرف انه A سبست من B هي معطية if بعدين بدي اثبت انه A تقاطع B يساوي هل عشان اثبتها نثبت انه X موجود في A في A هلا if X تنتمي الى A then X بالضرورة موجودة في B by the assumption الاسامبشن اللي هي انه A سبست من B صح؟ هاي ستيل مظبوط؟ هاي معطية هون لسه ما نزلتش خليني بس اجرب اطلع على هيدا منيح؟ هلا موجودة باثنين هلا إذا إكس إحنا نعرف إنها إكس موجودة معطى عندنا إذا إكس موجودة باثنين هلا إذا إكس تنتمي إلى A أم دي تنتمي إلى A صح؟ ماشي وعكسها بل كيف؟ إذا إكس موجودة بـ A معناته موجودين في التقاطع تبعهم لأننا عارفين أن هاي معطية انتبهوا أن هاي معطية اللي بهذا السؤال اللي بتفعل الناس الماضية أنه هذا في أسامبشن في افتراض موجود من قبل طيب خلينا نسترجع شوي سامح تفضل سامح نرجع نفرق بالرسم
لا ليه بس بالرسم احسن من عارف ليه؟ لانه الرسم احنا كل اللي بنتدرب عليه كل هي المجموعتين ثلاث صح؟ صح؟ كلها مجموعتين ثلاث الحياه العمليه من الواقع شو قديش قديش مجموعه؟ عدد كبير لما يكون عدد كبير الرسم مظبوط؟ لا اه مظبوط فاحنا بنتدرب عليه للحياه مش بس عشان نسميها توي اكزامبلز صغير كنت ردي شيء هاي الحل هاي يعني لو عندنا اي يعني ست with no elements وعندنا اي هذه ست اذا كان بدنا نثبت ان المجموعه الخاليه صارت ست من من مجموعه من اي مجموعه كيف؟ نفس الطريقة السابقة. آه، يا الطريقة. هي سبوز نوع. هاي الحل يعني كلنا. سبوز نوع. سبوز إنه. إيش هذا سبوز نوع؟ سبوز إنه مش كذا. مش هي. صح؟ سبوز نوع. So we take the negation of the theorem. And suppose it is A to B to. ها هلا اذا كان عندنا اي with no elements وانه اي لا تنتمي لاي لازم انت عندك كونتراديكشن صح لما كنا سبوز نوت معناته النتيجه اذا سبوز نوت واثبتنا وطلع كونتراديكشن معناته حلنا صح there would be an element of E. لو عندي لازم يكون يعني إذا هاي E مجموعة خارج مش في A معناته في element موجود في E ومش موجود في A. طب ليش يعني؟ ما هو حكينا إنه E فيش في نوع element فيه. ما حصل يعني احنا يعني انا بقول لك اوكي نو نو خلطت الشغلات بينكم بعض يعني لو هلا اقول لك انه مجموعه بدي اعلق بس على الجزئيه انه احنا شو سوينا؟ احنا بنثبت انه هاي اساس بدها صح؟ هلا لما نقول سبوز نوت شو يعني؟ انه مش من انه في اليمنت او اكثر ممكن اكثر من اليمنت موجود في اي ومش موجود في اي ما هذا مش فاهم انه ايه معناتنا يا تعريف فوق انه فيش فيها ولا علم اه بتطلع كونتراديكشن انه فيش فيها ولا علم اه ما خلينا حلو بس يمكن فيها مثلا اليمنت مش موجود فيها لحظه هلا احنا هيك معطى عندنا انه ايه فيش فيها ولا عنصر نثبت انها ايه فاير انا فينا نثبت انها ايه مالها مجموعة جزئية في ايه؟ مظبوط؟ هلا كيف بنثبت؟ احنا اللي سويناه كنت انت اللي بتقوله مش غلط بس انت في كليك ما جتش عندنا، احنا اللي سويناه انه كلنا سبوز نوت هلا اذا افترضنا العكس اذا افترضنا العكس وطلع عندنا كونتراديكشن معناته ما حكينا صح. احنا هذا اللي بنسويه. فاحنا شو سوينا هون؟ بنساوي هون؟ بنقول سبوز نوت يعني بدنا نشوف باي كونتراديكشن بنسويه. طريقة سبوز نوت. هلا اذا سبوز نوت شو يعني؟ انه اي لا مش سبسيت. لا مش سبسيت. طب شو يعني مش سبسيت؟ يعني شوف العناصر اللي فيها مش موجودة. يعني في عنصر على الاقل موجود بـ A ومش موجود بي لا مش موجود بي مش موجود بي موجود بي سوري مش موجود بي مظبوط ها هلا بط ما فيش هذا ليش؟ لانه ايه فاضي which is a contradiction صح؟ مظبوط؟ كمان عيدها عيدها احسن
طيب بس التركيز كامل، ما حدش يفتح جواله ولا يفتح على الفيسبوك. ما يا رجل رجل معي لازم يلغوا الوير من الجامعة. هلا هون قاعدين نضرب عصفورين في حجر، قاعدين نثبت في هاي النظرية، وقاعدين نتدرب على كيف نثبت الإشي باي كونتراديكشن. شايفين؟ في لما أنا بقول لك اثبت لي إن المجموعة الخالية هي جزء في كل مجموعة، هي مجموعة جزئية كل مجموعة. هلا عشان نثبت هيك هذا اللي بتشوفه بقول إنه أو هذا نثبت باي كونتراديكشن، يعني نثبت إنه لا نثبت نثبت عكسه أو سوري نفترض العكس، وإذا طلع عندنا كونتراديكشن معناته بكى فقد صح. فقلنا نفترض ان المجموعه الخاليه مش سبست من اي. طبعا المجموعه الخاليه كم نصر فيها هي؟ وين بس هي وين بدها تكون سبست من اي؟ وين بدها تكون سبست من اي؟ اذا جميع عناصر اي، اذا جميع عناصر اي هي بتكون سبست إذا جميع عناصرها موجودات هون. هلا إذا بنفترض ناط، إذا بنفترض ناط معناته في عنصر موجود هون مش موجود هون. هلا بما إنه في شيء في إي ولا عنصر معناته في كونتراديكشن، معناته بالضرورة هي سبست من إي. طيب على السريع there is only one set with no elements. أنو بتبين لنا إنه في معلقة إنه في مجموعة واحدة خالية مش غيرها. نفرض إنه في مجموعتين فاضيات، بنثبت إنهم نفس الشيء مساويات. نفرض إنه في مجموعتين with no elements. With no elements. لا هلا by theory اللي هي إنه انه اي واحدة هاي مش اثبتنا هاي؟ مش اثبتنا هاي؟ نقدر نستعملها بإثبات اللي بعدها؟ هاي قاعدين نستعمل فيها. نثبت انه اي انه واحد من هذول سبست او ايكوال الثاني. ليش؟ لانه اي واحد فيش فيها ولا إلمنت. يعني كمان مرة خدنا مجموعتين خالية، أنا بثبت لكم إنه فيش غير مجموعة خالية واحدة. فأنا شو أسوي قاعد؟ كنت افترض إنه في مجموعتين خالية. هلا مش المجموعة الخالية عنصر بأي كل مجموعة؟ معناته واحدة من هي؟ سبست من الثانية. على فكرة والثاني سبست من الأولى صح؟ معناته تلعب نفسها تلعب نفسها ايكوال وصلت؟ طيب لوحها كمان واحدة بروف في عندنا A B C مجموعة إذا A سبست من B B سبست من الكومبلمنت تبع C معناته تقاطع A و C فار. يعني if every student is smart and هذا مثال عليه بالواقع لو كل طالب هو يعني is smart او كل طالب يعني is smart هاي is subset من او is t وهاي smart is m ها and every smart is not foolish ها
يعني مثل ابنك الان هيك هذا سمار every smart is not foolish sorry smart we are subset men الفولش على كل الناس اللي مش فولش معناته غير ار نو فولش ستودنتس شو يعني غير ار نو فولش ستودنتس شو يعني غير ار نو فولش ستودنتس يعني معناته زين ستودنت تقاطع اف كومبلمنت سوي فاين انا بس بنقرا فيها زي زين زين زير ار نو فولش ستودنت مش يعني النو هاي للفولش لحالها نو فولش ستودنتس يعني يعني فولش تقاطع يعني تقاطعهم فاين كيف اثبتها؟ هون خلينا بس يعني بس اللي بدنا نحكيه بس الانتويشن تبع كيف؟ اه سنس ايه تم سبست من بي لو اخذنا سنس ايه سبست من بي اه and b subset من c complement معناها a subset من c complement since a subset من b are and b subset من c complement are then a is subset من c complement then a is subset من c complement كل subset انا بس اللي بدك انت هاي مو ماشي بدنا نكمل انها بس مش فاهم عليك معناتها A is subset من B since A is subset من B هاي مكتوبة عندنا هذا معطية معطية هلا since هلا هاي since إنه هاي موجودة عندي صح then A subset من C complement طيب معناها لما A subset أكذب أنا مش فاهم عليك عايز أكتبها مرة ركز يا سريع A subset من B and B subset من C complement B subset من C complement. Then C subset من B. B subset من C complement. كمل. Then A subset من C complement. كيف استدرجتها؟ لما مجموعة جزئية هاي منها. اوكي. معنى صحيح. طيب كمل. طيب. A subset من C complement. بعدين A is A subset من C complement. بعدين since A all the جميع العناصر اللي مش عارف بعرف عنها. So A since X تنتمي لA. دكتور تدخل الكيس. Since X تنتمي لA. تنتمي إلى A. Then if X تنتمي. If X تنتمي لA بس. Then x تنتمي لـ c complement. لا تنتمي لـ c. تقاطع a تقاطع c تساوي 5. Then a تقاطع c تساوي 5. كمان هلا عرفنا إن x لا تنتمي لـ c. Then a تقاطع c. احنا شو وين رايحين؟ احنا شو قاعدين نثبت؟ نثبت إنه ما فيش عناصر العناصر الموجودة بـ a مش موجودة بـ c. فيش ولا عنصر موجود بـ A وموجود بـ C بنفس الوقت. ما احنا حكينا سنس X تنتمي لـ A. X عنصر عنصر ينتمي لـ A. Then موجود في C complement. Then شوي ما مكتوب عندك X تنتمي لـ A. مش مكتوب عندك X هو نفس العنصر موجود نفسه. If X تنتمي لـ A. Then X تنتمي لـ C complement. وهذا معناه الحكي X لا تنتمي لـ C. Then A تقاطع C لما حكينا أنا موجود بـ A وحكينا مش موجود بـ C معناها تقاطع تبعهم لازم يساوي إيه؟ فاضي لازم يساوي فاضي لأنه مش موجود في C أصلا. أوكي بده ديتيلز بس بتشوف ليش بده ديتيلز؟ يعني قصدي يعني هاي الفكرة بس خلاص لا مش مفهوم غلط بس الفكرة بس بدك
تمشي فيه لما تحله على الورق يا تمشي فيه ستيبس لا كنت زياده يا عندك فكره ثانيه شوف حل الكتاب نفسه بما انه اكس سبوزنا شو يعني سبوزنا؟ سوري وي ماست شو انه ايه تكاثر ايه تكاثر سي تنتمي سوري ايكوال 5 هلا سبوزنا هي بالعكس بلش من سبوزنا سبوز انها A تنتمي لها اذا A تنتمي لها then there is an element where هي تكاثر C صح؟ by the decision of intersection معناته يعني A موجود A sorry X هاي موجودة A موجودة C then A subset من B since A subset من B by definition of subset معناته B sorry أو also since B يعني هنا تنتم B subset من complement تبع C then X تنتم contradiction وهذا بصدش بعرف شو صار خلص شو خلص خلص يعني افترض انها X تنتمي لـ A تكاثر C افترض انها تنتمي انه انها انها مش باي وبالتالي في عنصر موجود في A وفي C وبطلع كل ريليشن في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده اي سؤال شباب؟ بس يعني حللنا يعني حللنا علاقة الضباط اثنين صح؟ يعني بنحل نفس الناس اثنين صح بس يعني بالتفاصيل اذا انا فهمت مضبوط لا بدك هون فقط لا بدك بس هون هون بنختصر قاعدين نعطي بس فكره شوي بس ما حدش يركض في حدا عنده اي سؤال؟ طيب بدي هسه اقول